أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا يا طيبين، مرحبا يا شباب، كيف صحتكم؟ إن شاء الله أموركم بخير ويا رب دايما تكونوا بخير. طبعا هذا الفيديو هو خريطة الأرجنتين، بس خريطة الأرجنتين، خريطة مستقلة لحالها، يعني بروفير جديد لحالها، وخريطة حلوة، خريطة حلوة. وطبعا أنا بصراحة ما اطلعت شيء على الخريطة بالأمانة، فورا أخذت سيارة، اشتريت سيارة، وبصراحة ما زينتها مثل كل مرة، هيك بحاول أني أزين السيارة أضوية ما أضوية وهالأمور. هيك هالمرة حاولت ألعب بس بالإكسسوار الخارجي فقط لا غير، مو أكتر. واللهم صل على النبي. وخلونا نكتشف، انا اخذ حموله معي، صهريج، الصهريج اللي هو حموله بترول يعني محروقات، فهو الله اعلم افيون، مواد يعني بنزين او نفط او يعني ما بعرف شو هو بالضبط. فنحن ان شاء الله رح نطلع بهي الحموله مع بعض. طبعا الحمولة مسافتها طويلة، بس أنا بدي أحاول إنه أمشي بالحمولة، والأشياء المكررة راح أختصرها. وطبعا هذا فيديو استكشاف للخريطة، إن شاء الله الفيديو القادم اللي هو مننزل فيه الخريطة. طبعا بس قبل ما أبلش أفرجيكم بس الخريطة، هاي هي الخريطة. طبعا هاي أرجنتينيا، شايفينها؟ هاي الأرجنتين، هاي الأوروغواي، هاي الأوروغواي، هاي تشيلي، هاي البرغواي. هلا على فكره هاي البرازيل. هلا نحن صاحب الموقع مو فاتح هدول تشيلي وهالامور، هاي هو فاتح فقط الارجنتين. هلا ما تبقى هذا الحكي، هذا الحكي بمصاري، يعني انا دخلت على الموقع نفسه، ف يعني اقل مده انه هي شهر $20 لحتى يفتح لك هدول الأوروغواي. طبعا هلا هلأ قال لي الأوروغواي، أتوقع يمكن هدول المدن اللي موصولة فيها. وفي عنا هون البرازيل مي مفتوحة، وفي عنا هون الباراغواي. طبعا هون للعلم بس بدنا نبوه بشغلة، انه هاي الخريطة خصوصي بس للمحطات الركاب الباصات، يعني الأوتوبيسات أو الباصات أو نقل الركاب. طبعا هلا انا اللي قدرت اني احمله من الموقع انه هذا اللي فتح معي، ما تبقى ما فتح انه لازم يكون في المصاري، او بحاول اشوف اذا بلاقي طريقه انه نحسن نفتحه. ان شاء الله بنفتحه ومشارك الموضوع معكم باذن الله. طبعا هي هي الخريطه، شفتوها شايفين؟ يعني عنا هي المسافه. هلا نحن نمشي من هون هيك هيك، تمام. وفي عنا هي طريقه استكشاف، فكل شيء جديد بنحب نتفرج عليه، يعني ما دائما، يعني خلونا نجرب دائما الاشياء الجديده. طبعا رايحين نشغل ونمشي بسيارتنا ان شاء الله. قبل ما امشي يا شباب، بالنسبه لفيديوهات المسابقه، انا من بعد هذا الفيديو راح اكمل فيديوهات المسابقه. اللي بيحب يشارك اهلا وسهلا، واللي ما بيحب يشارك اهلا وسهلا، ونحن بنرحب بالجميع ان شاء الله. طبعا شباب مثل ما حكينا، انا ما حاولت اني العب بالزينة ابدا،
حاولت تكون الزينة بس فقط اكسسوار خارجي مو أكتر. هاي هي سيارتنا وهي هي حمولتنا. يعني عن جد والله واقعية، والله يعني مو انه عم نحلف، يعني واقعية 100% انه عم تشوف الحياة واقعية، بس واقعية. يا شباب لما بشوف دول برا قديش بتمنى أسافر عليها.
تفرجوا شباب بس على هالتريلات الموجودة بالخريطة، روسيك إيتر. الله طعمنا هيك زيارة بلاد برا يا رب. طبعا هون في نقطة تفتيش. Thank you.
مثل ما شفتوا وصلنا الحمولة، طلعت الحمولة لمحطة بنزين ولازم نحن انه نفضيل البنزين، وصلنا لهم الحمولة وشفتوا كان الطريق كتير حلو. طبعا انا اختصرت كتير اشياء، يعني اختصرت اشياء كتير، بس بجد الطريق حلو ان شاء الله. بس نزل الخريطة انا بنصحكم انكم تجربوها، دائما شيء جديد يعني ملينا من القديم وهالشغلات هاي، فبدنا شيء جديد، اشياء جديدة يعني. بس طبعا كانت السيارة ما عم بتساعد، انا بصراحة نسيت اغير موضوع المحرك انه اقوي المحرك، كانت كتير شوي هيك يعني نايمة على الطريق، ما ساعدتني بصراحة. هون بس شايفين اسم الشركة على اسم الخريطة، يعني الخريطة كتير حلوة، الخريطة فيها اشياء كتير كتير حلوة، فانا ان شاء الله بنصحكم انكم تجربوها. هلا الفيديو اللي بده ينزل ان شاء الله راح تنزل الخريطة فيه، وطبعا ابو احمد بخدمتكم وهالقناة بخدمتكم، ديروا بالكم عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.